السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ يا رب تكونوا بخير. أنا زميلتكم أميرة شريف فرقة ستة. إن شاء الله دلوقتي هشرح لكم برضو تو من توتوريال الجرانيولوما. عندنا جرانيولوما النهاردة هناخد فيها تلات أمراض. التلاتة برضو عبارة عن جرانيولوما، كل واحد منهم بيعملوا أورجانيزم معين. فأنا مطلوب مني إيه في كل مرض؟ إن أنا أعرف مين الأورجانيزم اللي بيعمل المرض، الأورجانيزم ده بيدخل جوه الجسم إزاي، اللي هو المود أوف إنفكشن بتاعه، بيدخل جوه بيعمل ايه في الجسم، اشوف الليجن اللي هو عمله بالميكروسكوب وجروس، ويبقى انا كده انا خلصت. فاول ديزيز عندنا هو السيفلس. تمام، السيفلس ده عباره عن ايه؟ عباره عن سيكشوال ترانسميتد ديزيز. يعني ايه سيكشوال ترانسميتد ديزيز؟ يعني ديزيز بيتنقل عن طريق السيكشوال كونتاكت. احنا خدنا قبل كده او سمعته او ما سمعتوش اللي هو الايدز. الايدز والسيفلس يعتبروا اشهر مرضين اصلا بيتنقلوا عن طريق السيكشوال كونتاكت. تمام، يبقى عندنا اول حاجه اللي هو ايه؟ السيفلس. والسيفلس اللي هو اسمه بالعربي الزهري، لو حد عايز الجوري ده بيتنقل عن طريق السيكشوال ترانسميشن، فبنسميها فينريال ديزيز. الاورجانيزم بتاعي اللي عمله اسمه تريبونيما باليدم. لما بيصبغوها تحت الميكروسكوب بتبقى عامله شبه الصوابع، طويله كده او صوابع. تمام، فبيسموها سبايروكيتس. تمام، يبقى السبايروكيتس بتاعه السيفلس اسمها تريبونيما باليدم، او تريبونيما باليدم بتظهر تحت الميكروسكوب سموها السبايروكيتس. تمام، طيب السيفلس بيتنقل عن طريق السيكشوال كونتاكت، فهو اكيد انفكتيف ديزيز، اكيد هيبقى مرض معدي طالما بيتنقل بالسيكشوال ترانسميشن. وهو جرانيولوماتوس ديزيز ليه؟ لان احنا دلوقتي كل الحاجات اللي احنا بناخدها عباره عن جرانيولوما، فهو اكيد جرانيولوماتوس زي الباقيين. طيب المود اوف انفكشن، انا قلت المود اوف انفكشن، قلت لك ان هو سيكشوال ترانسميتد ديزيز او فينريال ديزيز بيتنقل عن طريق السيكشوال كونتاكت. فهل ده المود اوف انفكشن الوحيد اللي هو ممكن يتنقل بيه؟ لا، ده هو ممكن يتنقل اصلا عن طريق البلاد ترانسفيوجن، ممكن يتنقل عن طريق سيكشوال ترانسميشن، ممكن يتنقل من الام لابنها عادي. فعشان كده قسموها لنا لحاجتين، قسمناها السيفلس لنوعين، اكوايرد سيفلس بيجي للناس الكبار، وكونجنيتال سيفلس بيجي للاطفال الصغير. طب الاطفال الصغير اللي بيجي لهم سيفلس، جالهم السيفلس منين؟ اتنقل لهم عن طريق الام اللي عندها سيفلس عن طريق البلاسينتا، فالكونجنيتال بيتنقل ترانس بلاسينتال. اما اللي هو الاكوايرد سيفلس ده اللي هو بقى العادي اللي هو بتاع الكبار، اللي هو ممكن يتنقل عن طريق السيكشوال ترانسميشن، فده اللي سميناه الفينريال تايب اللي احنا عملنا فوكس عليه فوق، سميناه الفينريال تايب وده الاشهر. وفي عندنا النون فينريال تايب اللي هو مش بيتنقل عن طريق السيكشوال كونتاكت، بيتنقل عن طريق ايه؟ بيتنقل عن طريق البلاد ترانسفيوجن مثلا، او ان حد يلمس المكان اللي حصل فيه ليجن في الجسم بتاع واحد عنده سيفلس. يعني واحد عنده سيفلس مثلا عنده السر، حد لمسها فكده انا اتنقل له ايه؟ اتنقل له لمسها في اماكن معينه فيبدا يحصل له سيفلس زي. تمام، يبقى احنا عندنا كده الديفينيشن، ده عباره عن انفكشوس ديزيز، infectious granulomatous disease. ببص تحت الميكروسكوب بيسميها سبايروكيتس، عبارة عن حاجات طويلة كده اسمها سبايروكيتس بتاعت السيفلس. الأورجانيزم اسمه تريبونيما باليدم. السيفلس ده تاني أشهر sexual transmitted disease مع الإيدز. مود اوف انفكشن بتاعه بيتنقل ايه؟ في عندنا منه نوعين، في منه acquired وفي منه congenital. الكونجنتال بيتنقل بالبلاسينتا، والاكوايرد ده منه اللي بيتنقل سيكشوال فسميناه فينريال تايب وده الاشهر. وفي منه النون فينريال تايب اللي هو ما بيتنقلش عن طريق سيكشوال كونتاكت، بيتنقل عن طريق تاتشنج لسيفليتك ليجن او يتنقل عن طريق البلاد ترانسفيوجن. كل واحد بقى من دول هو الاكوايرد، انا نبدا نشوف بيدخل جوه في الجسم بيعمل ايه، وشوف الكونجنتال اللي هي الحاجات اللي بتبقى ظاهره على طفل صغير بيبقى عنده سيفلس، هناخدهم هما الاثنين دلوقتي. الشورة دي بيقول لك ان السيفلس دي هي نفس المود اوف انفكشن بتاع السيفلس، اللي هو قال لك ان هو بيتنقل سيكشوال ترانسميتد او يتنقل من الام لابنها اللي هو الكونجنتال. اهو ده الكونجنتال بيتنقل للام لابنها، والتلاتة دول تلاتة مود اوف انفكشن اللي هو السيكشوال ترانسميتد، ان واحد يبقى متجوز اكتر من واحده. تمام، اللي هو المالتيبل بارتنرز، وواحده عندها فتبدا تعديه فيعدي الباقيين. تمام، فاللي هو بيسيكشوال ترانسميشن، او اللي هو الانبروتكتد سكس، او اللي هو الايه اللي هو الهوموسيكشوال. في عندنا حاجه اسمها الاتش اي في بوزيتيف. الاتش اي في لو سمعتوا عنه او ما سمعتوش اقوله، الاتش اي في لما بيدخل جوه الجسم بيبدا يبوظ المناعه بتاعه الشخص ده، اللي هو بيضرب التي لينفوسايتس اللي موجوده جوه الجسم فيقلل المناعه بتاعته، فيدي فرصه لاي اورجانيزم قوي او ضعيف ان هو ياثر عليه. فالشخص اللي بيبقى عنده اتش اي في بيبقى معرض ان هو يحصل له سيفلس ويحصل له اي مرض تاني عادي. فالسيفلس ممكن يبقى مصاحب للاتش اي في عادي. تمام، وهو طب هو ليه اصلا؟ لان الاتش اي في بيتنقل برده سيكشوال، فاللي هو الشخص اللي هو عنده اتش اي في او عنده سيفلس ممكن يتنقلوا هما الاثنين بعض برضو بالسيكشوال ترانسميشن بنفس الطريقه. اول حاجه عندنا نتكلم فيها اللي هي الاكوايرد سيفلس اللي هو الفينريال تايب. احنا قلنا الاكوايرد في منه فينريال ونون فينريال، والفينريال هو الاشهر، فاحنا قلنا الاكوايرد دلوقتي هو فينريال وخلاص. تمام، يبقى لو هو اللي الفينريال تايب يبقى هو قصده الاكوايرد تايب، لو قال لي البلاسينتال تايب او لو ترانس بلاسينتال تايب يبقى قصده الكونجنيتال تايب. احنا هنقسم الاكوايرد ده لثلاث مراحل، في عندنا برايمري وسكندري وتيرشري.
تمام. البرايمري اللي هي يعني ايه برايمري؟ دي المراحل بتاعته لما بيدخل في الجسم بيبدأ يمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى مثلا اللي هي البرايمري دي بيبدأ يحصل ألسرز على السكين بتاعت الشخص ده في المكان اللي حصل فيه كونتاكت. لو هو حصل له سيكشوال كونتاكت تبدأ تظهر مثلا على الجسترن جينيتاليا عند ميل أو فيميل على حسب مين عدد تين، تبدأ تظهر ألسرز كده، والألسرز دي ما بتوجعش، تبقى عالية على السكين فبيسموها بابيولا أو بابيول، ماشي، بتبقى هارد ناشفة وما بتوجعش، تمام. بعد كده اللي هي البرايمري ستيج دي بتبدأ تخف، وبعد كده بعد فترة يبدأ يظهر عنده الحاجات التانية بتاعت السكندري ستيج اللي هي ايه، بيبدأ يظهر ليجنز كتيرة موجودة على السكين، ممكن تظهر بقى في أماكن الكونتاكت اللي هي الجينيتاليا بتاعت ميل أو فيميل، أو ممكن تظهر على السكين كله، مثلا شعره بيقع، الجلد بتاعه يبدأ اللون بتاعه يروح، وحاجات تانية هبدأ أقول لكم عليها بعد شوية. يبقى البرايمري بتبقى ألسرز، السكندري تبقى حاجات كلها ظاهرة على السكين. طب الترشري تايب، الترشري تايب ده بيبدأ يحصل ايه، تبدأ تظهر برضه حاجات كده زي شبه الألسرز، تمام، ممكن تبقى موجودة في مكان معين فبتبقى لوكالايز، أو ممكن تبقى ديفيوز في الجسم كله في الانترنال أورجنز، تمام، وتبدأ تأثر على الجسم كله. المرحلة الأولى والمرحلة التانية دول ممكن يخفوا عادي، تمام، لكن المرحلة التالتة دي الوانس إن الشخص ده دخل فيها عمره ما يخف تاني، وتبقى دي بصمة السيفلس اللي الشخص ده موجودة عليه طول حياته. طيب الوقت اللي بيحصل فيها الموضوع ده، المفروض الاورجانيزم بيبقى دخل عندي بياخد فتره اسمها انكيوبيشن بيريود. ايه الانكيوبيشن بيريود؟ الفتره اللي هياخدها الاورجانيزم من اول لما يدخل الجسم لحد لما تبدا تظهر على الشخص ده اعراض المرض. ففي المرحله الاولى الانكيوبيشن بيريود بتاعت البتاع الانكيوبيشن بيريود بتاعته بتبقى عباره عن اسبوعين، سكندري شهرين، تيرشري سنتين، يبقى هي 2 2 2. بس اول حاجه برايمري يبقى اسبوعين، بالاسبوع بعد كده بالشهر بعد كده بالسنه، يبقى برايمري سكندري تيرشري، دي مراحل السيفلس اللي هي الاكواير. برايمري سكندري تيرشري 2 2 2 اسبوع شهر سنه، تمام. ده كده شكل الليجن بتاع السيفلس. هنقول بعد شويه اصلا ان في التيرشري سيفلس بيبدا يحصل حاجه اسمها اند ارتريتس اوبليترينز، ان بتبدا البلاد فيسلز اللي موجوده في المكان عند الالسر دي اللي هتظهر يعني هتبدا يحصل فيها ايه، هتبدا يحصل البلاد فيسلز تبدا تتقفل. تتقفل ازاي؟ عن طريق ان الوول بتاع البلاد فيسل هيبقى ثيك، واليومن بتاع البلاد فيسل يبدا يتملي بالليمفوسايتس او يبدا يتملي بالخلايا المناعيه فتبدا البلاد فيسل يتقفل. فدي برضو سبب تاني ان الشخص الليجن بتاعه السيفلس ما بتوجعش خالص، تمام، عشان كده الشخص ده مش بيروح للدكتور فبيفضل بقى بدل ما هو برايمري يدخل في السكندري ويدخل في التيرشري وياخد البصمه طول حياته لانه مش بيروح للدكتور، مفيش حاجه بتوجعه فعلا، تمام. ده شكل الليجن بتاع السيفلس انت ارتريتس اوبليترينز اللي هي ايه، اللي هي ده بلاد فيسل، والبلاد فيسل الول بتاعه خلاص بقى سيك اهو، وجواه الليمفوسايتس بقت ماليه البلاد فيسل فتقفل اصلا مبقاش فيه دم. طيب بعد كده هناخد بقى اللي احنا قلنا فيه برايمري وسكندري وتيرشري للسيفلس، ناخد كل واحده فيهم لوحدها ونشوف ايه الحاجات اللي بتبقى ظاهره على الشخص ده. اول حاجه عندنا البرايمري سيفلس بنسميها شنكر، يعني اول ما اسمع كلمه شنكر يعني هو قصده على البرايمري سيفلس، مش السكندري ولا التيرشري. التيرشري برضو له اسم بس عندنا برايمري يعني شنكر، برايمري شنكر. الشنكر دي بتبقى عباره عن ايه؟ قلت لك ان هي بتبقى ألسر ظاهره في اماكن كونتاكت، ممكن تبقى اماكن الكونتاكت عند الجينيتاليا او اماكن الكونتاكت مثلا فوق في عند اللبس، تمام، يبقى عند اللبس او عند الجينيتاليا. ده مثلا ليجن هو ألسر كبيره هي موجوده جوه ده التانج بتاعه، ده لسان، وده عباره عن اللبس الألسر اللي هي ظاهره عليها، بنسميها هارد سور او قرحه ناشفه، تمام، موجوده على اللبس اهي. دي بنسميها بابيول اللي هي شبه الألسر بس عاليه على السكين، تمام، والمارجنز بتاعتها بتبقى ناشفه جدا وما بتوجعش. ليه؟ لان السيفلس بيقفل في البلاد فيسلز وما بيخليش الشخص يحس. بعد كده مع الوقت بيبدا يحصل ليها فايبروزس، يبقى دي عباره عن ايه؟ يبقى عباره عن بابيول بينلس ما بتوجعش، بعد كده بتبدا تهيل بفايبروزس. احنا عندنا دلوقتي المرحله الاولى عندنا الاورجانيزم موجود جوه الجسم بكميه كبيره، فهو موجود في ليجن معين يبدا يتنقل عن طريق الليمفاتكس ويروح للليمف نود ويبدا يعمل انلارجد ليمف نود. السايت بتاعها قلنا يبقى في عندنا في اماكن الكونتاكت يا اما جينيتال يا اما اكسترا جينيتال. الجينيتال اللي هي ايه؟ اللي هي الفيميل او الميل جينيتال سيستم، والاكسترا جينيتال هي في اللبس زي ما قلنا وفي الطنج وفي الانس والنبل. طب السكندري، لا ثواني، اللي هو بقى انا قلت ان احنا عندنا ممكن نشوف الاورجانيزم ازاي، عن طريق احنا بنصبغه عن طريق حاجه اسمها ايه، اميونو هيستو كيميكال ستيننج، بنصبغه بصبغه وبعد كده بص عليه تحت الميكروسكوب فبتشوف حاجه اسمها ايه، بنشوف السبايروكيتس اللي هي بتبقى عباره عن عيدين او خيوط، واحده اهي مثلا، واحده اهي، واحده اهي كتير جوه بقى هو مشاور عليها من جوه، تمام. فدي عباره عن ايه؟ دي السبايروكيتس بتاعه التريبونيما بلد اما انا بشوفها جوه في قلب الليجن. وهنا برضو واخد ايه؟ هنا واخد الليجن اللي هي الالسر زي اللي احنا لسه قايلين عليها من شويه، وتبقى الالسر مليانه بايه؟ مش ده عباره عن جرانيولوما، ومليانه بقى بالكرونيك انفلاماتوري سيلز، وصفها زي اي جرانيولوما عاديه.
انا طول انا بقول في السيفلس دلوقتي ما قلتش اي خليه، يعني انا بقول ان هو مليان خلايا مناعيه مثلا، ما قلتش اسم خليه مناعيه معينه موجوده في الليجن بتاع السيفلس. يعني مثلا انا هاخد بعد شويه في الراينوسكليروما اقول لك ان في خلايا اسمها ميكولوسيلز، وفي عندنا راس البودز دي برضو خلايا مناعيه حصل فيها تغيير في شكلها، لكن السيفلس نفسه هي خلايا مناعيه العاديه بتاعه الجسم، ما حصلش فيها يعني ما فيش اي خليه سبيسيفيك للسيفلس. تمام. طيب يبقى احنا كده خدنا اول حاجه اللي هو البرايمري، قلنا الالسر او بتبقى عباره عن بابيول ظاهره على الاماكن بتاعه الكونتاكت وقلنا اشكالها. طب السكندري، طيب السكندري طيب دي يقول لك احنا قلنا ان السيفلس عباره عن مرض معدي، مين اكتر فتره معديه فيها برايمري ولا سكندري ولا ترشري؟ السكندري اللي انا هتقول عليها دلوقتي دي اكتر واحده معديه فيها. طيب بتبقى عباره عن ايه؟ دي بتبقى عباره عن ليجنز كلها ظاهره على السكن بتاع الشخص ده، سكن وميوكوس ممبرين زي ما احنا شايفين اهو. اول حاجه عندنا دي الفاجينا، دي فاجينا بتاعت فيميل، بيبدا يظهر فيها حاجات كده عاليه على السكن. تمام. يبقى بتبقى يظهر عليها ايه؟ ريزد كوتينيوس سويلنج، تبقى حاجات عاليه على السكن اللي موجود في المويست اريا. زي المويست اريا دي مثلا صوره هي للفاجينا، ممكن تبقى موجوده كمان في الاجزل، لاي مكان مويست، مويست يعني رطب. تمام. طيب تاني حاجه عندنا اهو الجلد بدا يغير لونه، اللون بتاعه بدا يروح، فدي بنسميها ايه؟ دي بنسميها ده هنا بنسميها ليكوديرما. ليكوديرما يعني حته بيضاء على السكن، ودي عباره عن ليجن تاني هو موجود عند الصوابع. بعد كده الشعر بيبدا يقع، فبنسمي دي الوبيشيا. الوبيشيا يعني الشعر بتاع الراس بيبدا يقع، ودي حاجات اهي ظاهره على الميوكوس ممبرين بتاعه الشخص ده بنسميها ميوكوس باتش. تمام. الليجن ده بنسميه كوندايلوما ليتا. كوندايلوما ليتا دي عباره عن ايه؟ عباره عن حاجات عاليه على السكن بتبقى موجوده في المويست اريا. مين المويست اريا؟ بتبقى موجوده في الفاجينا عند الفيبين، او تبقى موجوده عند الاجزل. تمام. في عندنا دي سكين ريش اهي، دي بتبقى عباره عن سكين ريش، ودي اسمها ليكوديرما، ودي الوبيشيا او ان هو الصلع يعني شعر وقع، ودي اسمها ايه؟ ميوكوس باتش. برضو في المرحله الثانيه لسه الاورجانيزم موجود بكميه كبيره في الليجن، فيبدا يحصل له ايه؟ يبدا يروح على الليمفنود ويبدا يعمل ليها انلارجمنت، انلارجد ليمفنود. يبقى عندنا الليجنز بتاعت اهي كلها ايه؟ هنا موجوده على السكين حاجات كتير، وكمان معاها انلارج في الليمفنود. طيب الترشري سيفلس بقى احنا كده قلنا البرايمري والسكندري، والبرايمري عباره عن ليجن صغيره كده سميناها شانكر، والسكندري قلنا ان دي عباره عن حاجات كلها ظاهره على السكن والميوكوس ممبرين ومعاها انلارجد لينف نود. الترشري بقى عباره عن ايه؟ الترشري بتبقى عباره عن ليجن بيبقى عباره عن ليجن، الليجن ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى السيفلس بقى بيبدا يتوحش، بيبدا يتوحش، بيخلي النسيج اللي هو موجود فيه بيبقى عباره عن حاجه كده شبه العجينه او اللبانه، يعني موجود في عظم في مكان معين بيبدا يخلي العظم ده يبقى عامل شبه اللبانه، النسيج بتاع السكين نفسه بيبدا يشوه الاماكن اللي موجوده فيه. طيب الحاجات اللي هي بتطلع اللي هي بتشوه دي حاجات كده شبه الالسرز، بس بتبقى الالسرز متوحشه، بتبدا تمشي في الحاجات اللي حواليها وتبوظ النسيج اللي موجوده فيه تخليه عامل شبه اللبانه. تمام. ففي عندنا النوع الاولاني اللي هو الجاما تايب، وفي عندنا الديفيوز. الجاما ده اللي هو بيخلي الحاجه اللي هي موجوده فيها شبه اللبين، الديفيوز هي شبهه بشي بس بتبقى موجوده في اماكن كتير، يعني الجاما ده لوكالايز قاعد في حته معينه، اما الديفيوز ده بيبقى واخد اماكن كتير من الجسم بيبقى منتشر يعني. طيب اول حاجه اللي هي الجاما، الجاما دي اللي هي الصوره بتاعه دي بتبقى موجوده هي زي ما احنا شايفين على السكين، واخده مكان معين ان هي واخده السكين بتاع الفيس. تمام. في منها الكبير وفي منها الصغير، هي بتبقى واخده اشكال متعدده واللون بقى لونها اصفر. تمام. لونها اصفر ليه؟ لانها بتبقى عباره عن كواجيلاتيف نيكروزس، مش فاكره بقى ايه، بتبقى عباره عن كواجيلاتيف نيكروزس، فبيبقى لونها اصفر، بتبقى عباره عن رابري ماس كده حاجه شبه المطاط، يعني بتبوظ شكل النسيج، ان بتخلي النسيج اللي هي موجوده فيه شبه رابري. طيب يبقى في عندنا دلوقتي ايه اول نوع منهم اللي هو الجاما تايب، والجاما تايب ده بيبقى اللوكالايزد تايب، ممكن تبقى سنجل او مالتيبل، ويبقى ايه؟ بتبقى عباره تخلي المكان اللي موجوده فيه شبه رابري ماس وبيبقى لونها اصفر. طيب بعد كده عندنا الديفيوز تايب، ده اللي بيبقى موجود في اماكن كتير من الجسم. تمام. اللي هو بيبقى انتشر بقى، يعني دلوقتي السيفلس انتشر وتوحش بقى موجود حتى مش بره الجسم بس انا شايفه، لا ده بقى ممكن ينتشر كمان جوه في الانترنال اورجنز كمان، ويبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن جرانيولوما زي اي جرانيولوما، بس دي المرحله اللي بيظهر فيها بقى الانتو ارتريتس اوبليترينز اللي انا قلت عليها، ان البلاد فيسل اللي موجوده في المكان بتبدا تقفل عن طريق ان الوول بتاعها بيبقى سيكو فايبروتيك، وجوه في قلب اليومن بتاعها يبدا يتملي بالانفلاماتوري سيلز وتبدا تقفل البلاد فيسل. تمام. فانا لو جيت ابص عليها بالميكروسكوب اهو بتلاقي عندنا فوساي من النكروز او فوكاي من النكروزس بيبقى مليانه بالانفلاماتوري سيلز، وبيحصل معاها اند ارتريتس اوبليترينز اهو، وتبدا حواليها ايه؟ فايبروزس وجرانيوليشن تيشو، نفس الكلام اللي احنا قلناه. ده كده بالنسبه للترشري سيفلس، ادي دي صوره للترشري سيفلس. دي مش دي السر بقى، شايفين هي محفوره تحت ازاي، لكن الجاما اللي انا قلت عليها في الاول بتبقى عباره عن ليجن عالي على السكن، فسميناها بابيول، مش اللي هي الجاما، اللي هي الشانكر بتاعه البرايمري ستيج.
شنجر بلاتر البرايمري ستيج كانت حاجه عاليه على السكن تمام، سميناها بابيول تمام، وكانت بينلس. لكن هنا دي بتبقى عباره عن ألشر كبيره، ألشر كبيره، والألشر بيبقى ليها الحروف بتاعتها عاليه زي ما احنا شايفين، السنتر بتاعها ديبريسد داخل لجوه، جوه في قلب ال جوه في قلب تحت اهو، داخل جوه العظم نفسه تمام. وبعد كده في عندنا حته حمراء صغيره تحت، هي الحته الحمراء اللي تحت دي بتاعه الاند ارتريتس اوبليتريس. لما اجي ابص عليها تحت الميكروسكوب ده البلاد فيسل اهو تمام، ده شكل ده الوول بتاع البلاد فيسل اهو. الوول بتاعه بقى سيك، واليومن بتاعه بقى مليان بانفلاماتوري سيلز كتير تمام. فدي اسمها الاند ارتريتس اوبليتريس بتاعه التيرشري سيفيلس. طيب بعد كده في عندنا السيفلس بيعمل لي ليجن اللي هو الاورتيك ليجن بتاع السيفلس. السيفلس زي ما اثر على الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي كلها، ممكن كمان ياثر لي على الاورتا. بيحب جدا المكان بتاع الاسندنج اورتا، المكان بتاع الاسندنج اورتا يعني اللي هي الحته بتاعه الاورتا وهو لسه طالع من الهارت تمام. اي وول بتاع بلاد فيسلز بيبقى له كذا طبقه، ما اعرفش خدتهم في الهيستولوجي ولا لا، بس هو يعني بيبقى فيه كذا طبقه. في طبقه منهم اسمها الانتما بتاعه البلاد فيسل. المهم ان الطبقات بتاعه البلاد فيسلز بتبدا تتدمر بالسيفلس، فالوول بتاع البلاد فيسل يبقى ضعيف، فيبدا المكان اللي هو حصل فيه ضعف او المكان اللي اثر عليه السيفلس يبدا يتمدد بالدم ويتملي بالدم، فتبقى عباره عن بالونه جوه في قلب الوول بتاع البلاد فيسل مليانه بالدم زي ما احنا شايفين كده. اللي هو مثلا الوول بتاع البلاد فيسل كده في العادي، الحته دي مثلا هتبدا تتاثر بالسيفلس، فالسيفلس يبدا يدمر لي في الوول بتاع البلاد فيسل، فيبقى ضعيف، فالدم ما يقدرش ان هو يعمل كونتراكشن حوالين الدم كويس، فيبدا يتمدد 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 لحد لما يبقى بالشكل ده، فبنسميها اورتيك انيوريزم. اعتقد ان انتوا خدتوها. يبقى احنا عندنا دلوقتي ده الاورتيك ليجن اللي بيعمله السيفلس، بيعمل لي حاجه اسمها ايه، اورتيك انيوريزم. بيجي فين؟ في الاسندنج اورتا، بيبوظ الوول بتاع البلاد فيسل، بيبوظ الانتما. بيقول لك ان الانتما بيبقى شكلها رينكلد من جوه، طبقه الانتما اللي موجوده اهي اللي شايفاها اهي رينكلد ماشي، ما بتبقاش مستقيمه زي العادي. يعني المفروض الوول بتاع البلاد فيسل كده وكده، لا هي دي كبرت كده وبقى الايه الانتما بتاعتها من جوه بتبقى رينكلد، بوظ شكلها تمام. طيب الكونجنتال سيفلس بقى، احنا قلنا الكونجنتال بيتنقل عن طريق البلاسينتا، بيتنقل ترانس بلاسينتال من الام اللي عندها سيفلس لابنها الصغير. طيب الحاجات اللي لو انا دلوقتي عندنا ام ونقلت السيفلس لابنها، ممكن يحصل للطفل ده ايه؟ ممكن الطفل ده يحصل له اجهاض، يحصل له ابورشن، وممكن يتولد ميت، وممكن يتولد عادي، وخلال من اول لما يتولد لحد سنتين يبدا يظهر عليه اعراض السيفلس، او ممكن السيفلس يسيبه في المرحله دي ويبدا يظهر عليه بعد سنتين لثلاثين سنه، ودي تبدا تظهر عليه اعراض تانية غير اللي تظهر في الاول. فبنسمي الحاجات اللي هتظهر في اول سنتين من عمره بنسميها اللي هي الايرلي ساينز بتاعه السيفلس. لو ظهرت عليه حاجات السيفلس بعد السنتين لحد 30 سنه بنسميها ليت ساينز للسيفلس. فنقول بقى تاني الكونجنتال سيفلس ده اهو بيتنقل عن طريق البلاسينتا. الحاجات اللي ممكن تحصل، ممكن الطفل ده يحصل له ابورشن، او ممكن ان هو يتولد ميت. البيبي اللي هيحصل له سيرفايف وهو عنده السيفلس من جوه بس لسه ما ظهرش عليه الاعراض، هتظهر الاعراض في خلال حاجه من اتنين، يا اما تعمل لك حاجه اسمها ايرلي، في هنا ايرلي الايرلي ساين، الايرلي ساينز اللي هي الحاجات دي تمام. بيحصل للطفل ده ايه؟ ان هو بيظهر عليه اعراض السيفلس في اول سنتين من عمره، في الفيرست 2 years of life، وهو لسه انفنت صغير، وهو اول سنتين من عمره تبدا تظهر عليه اعراض السيفلس، فدي بنسميها الايرلي ستيج، الايرلي ستيج اوف سيفلس. طب ايه الحاجات اللي ممكن تظهر عليه بقى من اعراض السيفلس اللي احنا لسه قايلينها من شويه، اللي هي برايمري وسكندري وستيرشري، اللي ممكن تظهر عليه؟ هتظهر عليه اعراض البرايمري اللي هي كانت ايه، اعراض البرايمري اللي هي الحاجات اللي ظهر على السكن والميوكس ممبرين، وحصل له كمان انلارجمنت في الليمف نود تمام. يبقى تاني اهو الكونجنيتال حصل له ايه، يا اما ايرلي يا اما ليت. والايرلي دي بتحصل فين؟ بتحصل في اول سنتين من حياه الطفل ده. بيظهر عليه ايه؟ بيظهر عليه اعراض السكندري ستيج بتاعه الاكوايرد سيفلس زيها بالظبط، ومعاها انلارجمنت ليمف نود. طب لو كان بقى الطفل ده، لو كان الطفل ده خلاص دلوقتي هو مش عدى السنتين وما ظهرش عليه الاعراض، وظهرت عليه الاعراض بعد سنتين من حياته، فدي بنسميها الليت ستيج. بتظهر امتى؟ بتظهر عند 2 ل 30 سنه. يعني ممكن الطفل ده ان هو يبقى عنده سيفلس واخده من مامته وهو كان في وهو لسه جنين، وما ظهرش عليه اعراض السيفلس غير بعد 25 30 سنه، اه عادي. ودي بنسميها ايه؟ بنسميها الليت ستيج. اللي بيظهر بقى على الطفل ده بيظهر عليه ثلاث حاجات، ما بيظهرش بقى زي السيفلس العادي، لا بتظهر ثلاث حاجات بيبقوا بصمه السيفلس بس بيظهروا متاخر. اول حاجه عندنا اسمها الهاتشينسونز تيث. ايه الهاتشينسونز تيث دي؟ ان السنان بتاعه الطفل ده بتبقى مشرشطه زي ما احنا شايفين كده، بتبقى قصيره مش شبه السنان العاديه، بتبقى شورت ونوتشد ووايدلي سيبريتد، بيبقى فيه فاصل، هي مش باينه قوي في الصوره دي بس هي بتبقى ايه، بتبقى قصيره وبتبقى نوتشد، يعني بتبقى عامله كده
مش بتبقى عامله كده اهي، مش شبه سناننا العاديه بتبقى عامله كده، تمام؟ بتبقى نوتشن وتبقى وايد سيبريتد، الفرق ما بين السنه والسنه اللي جنبها فرق طويل، تمام؟ طيب تاني حاجه، ده البلت اللي هو الهارد بلت اللي فوق. الهارد بلت ده بيبقى عباره عن عظم المفروض، صح؟ لما السيفلس جاي بيأثر عليه خليه عايش شبه العجينه زي ما احنا قلنا، ان هو حتى لو في عظم والسيفلس جاي اثر عليه بيخليه عمل شبه عجينه اللبان، عجينه او لبانه، فيبدا يخلي العظم ده بدل ما هو عظم عجينه، فتبقى سهل ان هي تتخرم، فيبدا يعمل بيرفريشن في الهارد بلت. تالت حاجه يجي على الكارتليج بتاع النوز من قدام يبدا ياكل فيه، برضو نفس الفكره بتاعه الجاما دي، بدل ما النوز بتاعي المفروض ان هو بيبقى نازل كده، لا ده هيخليه نازل كده ويحصل فيه ديبريشن ويبدا يكمل تاني نوزه، فده بنسميها ايه؟ بنسميها ساد النوز، شبه حدوة الحصوت. كمان بيأثر على السيرد كرينيال، الايت كرينيال نيرف اللي هو الثامن، تمام؟ اللي هو بتاع ايه؟ بتاع السمع، اللي هو الفيستيبولو كوكيولار نيرف، بيبدا يأثر عليه فيبدا يخلي الشخص ده يحصل له ايه؟ يحصل له ديفنس ويبقى اصم. يبقى عندنا ثلاث حاجات بيحصلوا مع الليت سيفلس. الليت سيفلس بيحصل عند 20 30 سنه، ما بتظهرش اعراضه في الاول، بيأثر على السنين ويأثر على الهارد بلا تعمل فيه بورفريشن، والسنين يبقى اسمها هاتشينسونز ديز، بيأثر على النوز يعمل لك ايه؟ ساد النوز، وكمان يعمل ايه؟ كمان يأثر على الكرينيال نيرف رقم 8 اللي هو مسؤول عن السمع، فيبدا يحصل عنده ديفنس، تمام؟ يبقى كده السيفلس قلنا ان هو عباره عن سيكشوال ترانسميتد ديزيز. الاورجانيزم بتاعي اسمه تريبونيما باليدم، بيظهر تحت الميكروسكوب على هيئه حاجه اسمها السبايروكيتس، تمام؟ وقلنا ان هو بيمر في عندنا منه اكوايرد وكونجنتال، والكونجنتال بتاع الاطفال الصغيره ده يا اما يظهر في الاول قبل اول سنتين من حياه الطفل ده ونسميه ده الايرلي ستيج، او كونجنتال ويظهر بعد سنتين لثلاثين سنه وده بنسميه الليت ستيج بتاعت الكونجنتال سيفلس. وقلنا الاعراض دي وقلنا الاعراض بتاعت دي. قلنا بعد كده الاكواير، في الاول قلنا الاكواير دي سيفلس اللي هو ايه؟ اللي واخدنا منه الفينريال تايب اللي بيتنقل عن طريق سيكشوال كونتاكت، وقلنا ان في منه برايمري وسكندري وتيرشري، وعرفنا ان هو 2 2 2 اسبوع شهر سنه. وبعد كده خدنا كل واحد الاعراض بتاعته، قلنا اول واحد اللي هو البرايمري بتبقى عباره عن حاجه اسمها شانكر، والشانكر دي بتبقى عباره عن بابيولكي ظاهره على السكين في مكان الكونتاكت، يا اما جينيتال يا اما اكسترا جينيتال. وقلنا كمان التانية اللي هي السكندري، السكندري دي بتبقى عبارة عن ليجنز كلها على السكين وقلناها، واللي هي التيرشري ده اللي بيحصل معاها اند ارترايتس اوبليتريز. ندخل بقى في تاني اورجانيزم عندي او تاني مرض عندي اللي هو الاكتينومايكوزيس. الاكتينومايكوزيس بيتعمل عن طريق البكتيريا اللي بتسببه اسمها اكتينومايسيس، تمام؟ في عندنا الاكتينومايسيس اهي، ليها اكتينومايسيس، الاكتينومايسيس ليها فصيلتين، في واحده منها اسمها بوفيس، وفي عندنا اكتينومايسيس اسرائيلي، انا بقولها اسرائيلي بس احنا هنعملها هي اسمها اسرائيلي، تمام؟ او اسرائيلي زي ما احنا بنقول، تمام؟ يبقى في عندنا دلوقتي الاكتينومايسيس، الاكتينومايسيس بوفيس او اكتينومايسيس اسرائيلي دي بتعمل لي مرض اسمه اكتينومايكوزيس. طب الاورجانيزم ده عباره عن ايه؟ في ناس بتقول ان هو عباره عن بكتيريا، لان احنا زي ما هنقول دلوقتي ان هو بيعمل صديد ويعمل حاجات غريبه كده، ودي من صفات البكتيريا. وفي ناس بتقول عليه ان هو فانجوي اللي هو فطر، تمام؟ يبقى الاكتينومايسيس دي ممكن تكون فانجس، وممكن تبقى جرام بوزيتيف انيروبيك باسيلس بكتيريه، تمام؟ واللي هي جرام بوزيتيف، جرام بوزيتيف زي الاستافوستريبت كده عشان هي بتعمل بص، وده عباره عن ايه؟ عباره عن قلت ان هو بيعمل بص، يبقى ده عباره عن سابيوريتيف انفلاميشن، تمام؟ يبقى كده اكتينومايكوزيس، اكتينومايكوزيس ده عباره عن ايه؟ عباره عن سابيوريشن، او عباره عن سابيوريتيف جرانيولوما، او سابيوريتيف انفلاميشن، عشان احنا هنقول دلوقتي ان في البكتيريا دي بتعمل بص جوه، بتعمل صديد. البكتيريا اللي عملته اسمها اكتينومايسيس، هي عباره عن بكتيريا او فانجس، ودي ليها فصيلتين بوفيس واسرائيلي، والاشهر منهم اللي هي الاسرائيلي بتاعتهم دي. دي بتبقى عباره عن ايه بقى؟ عباره عن فطر او عباره عن بكتيريا بتبقى عايشه اساسا جوانا نورمال. بتبقى عايشه جوه فين؟ بتبقى عايشه جوه في قلب الاوروفارينكس من جوه، او عايشه جوه في قلب الانتستين. دي زيها زي الايكولاي وزي البكتيريات النافعه الكتيره اللي موجوده عندنا في الجسم، بتبقى عايشه وخلاص ما بتعملش حاجه، بتستغل نقص مناعه الشخص ده. لو المناعه بتاعته قلت في اي وقت يبدا الاورجانيزم ده يبدا يتوحش ويبدا يدخل ويعمل المرض اللي هو عايزه، يعني هو يبدا يتوحش وهو موجود جوه الجسم، يتوحش ويبدا يعمل المرض، فبنسميه في الحاله دي opportunistic infection، يعني بكتيريا قاعده في الجسم بس هي استغلاليه، استغلت نقص المناعه عشان تبدا تعمل مرض معين. يبقى اكتينومايكوزيس اللي عملته اسمها اكتينومايسيس، فصيلتين بوفيز واسرائيلي، ده عباره عن ايه؟ عباره عن بكتيريا او فانجس، بتبقى فين؟ بتبقى عايشه نورمال في جسمنا، بتستغل نقص المناعه عشان تبدا تعمل ايه؟ عشان تبدا تعمل لي كرونيك سابيوريشن او كرونيك سابيوريتيف جرانيولوما جوه في قلب المكان. طب احنا قلنا ان هي عايشه فين؟ عايشه في قلب الاوروفارينكس او عايشه في الانتستينال تراكت، تمام؟ الليجن بتاعها بيبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن ان البكتيريا بتقعد في مكان معين، وتبدا المكان ده يبدا يتلم حواليه انفلاماتوري سيلز، وانفلاماتوري سيلز بعد كده تبدا تتحول بفايبروزس،
تمام، يبقى في عندنا اورجانيزم، والاورجانيزم حواليه انفلاماتوري سيلز بتاعتنا اللي احنا عارفينها، او اللي هي الخلايا بتاعه الكرونيك انفلاميشن، ويبدا المكان بعد كده يتحوط بفايبروزس. دي الحاجات اللي انا بشوفها تحت الميكروسكوب بالليجن بتاعها. طب الليجن هو عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن حاجات كده كانها اكياس جنب بعضها. الاكياس دي بتبقى مليانه ايه؟ بتبقى هي نفس اللي انا قلت عليه، بتبقى مليانه بالاورجانيزم، والاورجانيزم لما بتتحوط انفلاماتوري سيلز عشان تقتله بتبدا تعمل في المكان ده بص. تمام، يبقى البص ده جاي من ايه؟ جاي من ان الاورجانيزم بدات الخلايا المناعيه جت عشان تقتله، فبدات تكون في الاخر صديد. لو انا جيت وفتحت المكان اللي هو في قلبه البتاع دي، تمام، اللي هو الليجن بتاع الاكتينومايكوزيس ده، وبدات افضي، ممكن اشوف الاورجانيزم بتاعي. الاورجانيزم بيتشاف بالعين على هيئه حاجه اسمها سلفر جرانيولز، يعني هم شافوا ان التجمعات بتاعه الاورجانيزم نفسها ومشابهه بالايه؟ بحبيبات السلفر. تمام، يبقى احنا عندنا دلوقتي انا فتحت اهو الليجن بتاعي، بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن اكياس جنب بعضها بتبقى مليانه بص. تمام، الاكياس اللي مليانه بص دي لو انا جيت افتحها او عشان اشوف الحاجه اللي طالعه منها، هتلاقي عندك الصديد طالع اهو، الصديد طالع على المنديل اللي الدكتور حاطه او القطنه، وطالع كمان حاجه صفراء، فهم شبهوها بالايه؟ بحبيبات السلفر اللي هي السلفر جرانيولز. طيب لو جيت ابص عليها تحت الميكروسكوب بنلاقي ايه؟ بتلاقي عندك الاورجانيزم، والاورجانيزم بيتحوط بخلايا مناعيه من الانواع اللي احنا قلنا عليها، كل اي نوع من الخلايا المناعيه موجود، تمام، اللي هي نيوتروفيلز وماكروفاجز ليمفوسايتس، كل الحاجات دي موجوده وحواليها متحوطه بفايبروزس. فنقرا بقى الباثولوجي بتاعي. الباثولوجي هو بالراحه ده بيبقى عباره عن مالتيبل ابسس، عباره عن خراريج كتيره جنب بعضها، بتبقى عباره عن ايه؟ مليانه بالاورجانيزم. لما بيجي يفضيها نشوف عندنا الباص طالع اهو، يحصل ديسشارج. ديسشارج يعني بيخرج الباص منها، ويبقى شكله شبهه بالسلفر جرانيولز. تمام، طب الميكروسكوب بنشوفها متجمعه في كلمه بيج اللي هي البي دي اللي هي ايه؟ البكتيريا بتاعتها الاقيها، والاي اللي هي الانفلاماتوري سيلز، والجي اللي هي الجرانيوليشن تيشو والفايبروزس اللي موجود حوالين الليجن. يعني بكتيريا موجوده في النص، تمام، البكتيريا موجوده في النص. بيقولك ان هي بيبقى لونها ديب ستيند بلو، يعني بقى لونها ازرق غامق، انا ببقى شايفاها كده تحت الشريحه. وبعد كده الاي اللي هي انفلاماتوري سيلز الكتيره، اي خليه انفلاماتوري سيلز ممكن اقولها، مفيش خليه سبيسيفيك برده زي السيفلس. وبعد كده متحوطه بالجي اللي هي الجرانيوليشن تيشو فايبروزس على البريفري بتاعها من بره. ده الشكل بتاعها اهو، احنا عندنا من جوه بيبقى الخلايا ديب ستيند، خلايا زرقاء جدا اللي هي بتاعه الاورجانيزم نفسه اللي هي الكولوني، مستعمرات من البكتيريا موجوده، بيبقى لونها ازرق غامق. انا مش عارفه اشوفها هنا كويس بصراحه، شيء نعتبرها زي دي كده اللي هي الخلايا هي غامقه لونها ازرق، وتبقى متحوطه بالخلايا المناعيه اللي هي الفتحه دي. وبعد كده المكان فيه فايبروزس. صوره ثانيه، ادي دي باينه اهي الاورجانيزم بتاع اللي هي الحاجات الزرقاء الغامقه اللي جوه دي، تمام، ده الاورجانيزم. وبعد كده متحوط بخلايا مناعيه كتيره اللي هي الزرقاء اللي احنا شايفينها دي كلها. وبعد كده الحته البيضة دي اللي هي مكان الفايبروزس، دي زيها برضو اهي الحته اللي في النص، تمام، والمكان اللي فيه فايبروزس حواليها من بره. ده كده خلصنا تاني حاجه، يلي هو احنا خدنا اول حاجه السيفلس، وبعد كده خدنا الايه؟ الاكتينومايكوزس. اخر مرض معانا بقى اللي هو الايه؟ الراينوسكليروما. طيب راينوسكليروما، راينو دي يعني نوز، يعني نوز، تمام، وسكليرو اسكليرو يعني فايبروزس، واوما يعني ميس او حاجه كده كتله، تمام، يبقى راينو يعني نوز، وسكليرو يعني فايبروزس، واوما يعني ميس. طيب الحاجه دي بيبقى يحصل فيها ايه؟ الديزيز ده بيحصل فيه ايه؟ بيجي عندنا اورجانيزم، الاورجانيزم ده بيدخل جوه في الاير واي بتاعنا، تمام، يبقى طالما هو دخل جوه في قلب الاير واي وهو ما كانش موجود عندنا زي ما قلت في اللي قبله، يبقى دخل عن طريق الدروبلت انفكشن. يعني واحد كحة او عطس في وش واحد هو عنده الراينوسكليروما او عنده الديزيز، بدا ينقله للتاني، تمام، يبقى ده كده ده بالنسبه للراينوسكليروما. بتدخل جوه الاورجانيزم بيقعد فين؟ بيقعد في الاير واي بتاعنا. ايه الاير واي؟ ممكن يقعد في النوز، ممكن يقعد في التونسل لو واحد التونسلز اللي هي اللوز بتاعتنا اللي هي بتبقى ورا البق دي، او ممكن تقعد في الفارينكس، تمام، او ممكن تقعد في اللارينكس، على حسب المكان اللي هتدخل فيه او تقعد فيه وتعمل الديزيز بنسميها زيها. قلنا النوز راينو يعني نوز، يبقى راينو، وتكمل بقى سكليروما بتاعتك، راينو سكليروما. طب التونسل، تونسلو سكليروما، فارينجيو سكليروما، لارينجيو سكليروما، على حسب المكان اللي هي دخلت فيه في الايروي تبدا تعمل في اي حته بقى، تمام. طيب الاورجانيزم بتاعي اسمه ايه؟ اسمه كليبسيلا راينو سكليروميتس، كليبسيلا راينو سكليروميتس، راينو سكليروميتس، تمام. بيبدا يدخل جوه يعمل ايه؟ يبدا يعمل لي جرانيولوما. طب الجرانيولوما بتاعت اللي هو الديزيز اللي هو عمله الاورجانيزم ده اللي هو الكليبسيلا دي، عملت ايه جوه؟ تبدا تعمل، دخلت هنا مثلا في النوز، تبدا تعمل ماس كبيره موجوده في النوز دي، والماس دي عماله بتكبر 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 لحد لما تضيق المكان، تضيق المكان بتاع الفتحه دي، تمام، فتبدا تعمل اوبستراكشن في النوز في الناحيه دي، تسد على الناحيه التانية فتقفلهم هما الاثنين. تبدا تسرح بقى، ممكن تسرح تنزل على الليب من هنا اللي هي الشفه بتاع الشخص ده، ممكن تدخل جوه في قلب الساينس. المفروض ان احنا عندنا ايه؟ المفروض ان احنا عندنا في فراغات بتبقى موجوده جوه في الاسكال عشان تقلل حجمها، فبنسميها ايه؟ ساينس، بنسميها ساينس، تمام.
في عندنا واحد منهم بيبقى موجود هنا في الخد تحت في قلب العظم، وبيبقى ماشي هنا كده، بيبقى له فتحه تاخدوها في الاي ان تي. الفتحه دي عشان اي حاجه موجوده فيه تبدا تعدي وتخرج جوه في قلب النص تخرج، عشان يفضل مفتوح ومليان ايه هواء بس. فاحنا عندنا دلوقتي ماس موجوده في الحته دي مش هتسد الفتحه بتاعه الساينس ده فتقفلها، تمام؟ فتبدا تعمل مشاكل على مستوى الاير ساينس دي ان هي تسدها، تمام؟ ده كده بالنسبه للبتاع ده. يبقى راينوسكيلروما بتعمل ايه؟ اوما، يعني بتعمل ماس، والماس دي موجوده جوه في قلب النوز في ناحيه واحده، تفضل تكبر تكبر لحد لما تضيق النوز ده وتبدا تعمل له اوبستراكشن وتسد فتحه الساينس، ممكن توصل للليب تحت وتنتقل للاستراكشرز اللي حواليها، تمام؟ يبقى بالميكروسكوب، ميكروسكوبك ان انا اشوفها بعيني، بتشوفها عباره عن ايه؟ تبقى عباره عن سيكنينج كبير، تمام، واخد النوز كلها، بتبقى سمول فيرمينيديول، بتبدا تكبر موجوده في نوز واحده، بعد كده بتبدا تكبر لحد ما تعمل انفلتريشن للاستراكشرز اللي حواليها اللي هي مين؟ الليب والساينس. طب لو جيت ابص عليها بقى بالميكروسكوب بلاقي في عند الابيثيليوم اللي موجود بتاع النوز في المكان ده اهو، هي بتبقى طالعه بالابيثيليوم بتاع النوز عادي، بعد كده مع الوقت هي عماله بتكبر بتكبر، هي عماله بتكبر شبه التيومر، فيبدا الابيثيليوم بتاعها يبدا يتغير، فيحصل حاجه اسمها سكويموس ميتابليزيا. اي حاجه بيبدا يتغير الابيثيليوم بتاعها لابيثيليوم تاني دي تعتبر بريكانسرس ليزن، ان هي ممكن بعد كده تتحول لتيومر، تمام؟ واحنا بنتكلم على جرانيولوما، يبقى الزق معاها اي كرونيك انفلاماتوري سيلز تبقى موجوده. في عندنا بقى خليتين مهمين جدا للراينوسكليروما دي. راينوسكليروما عندنا خليه اسمها ميكولي سيلز، وفي عندنا حاجه اسمها راسل بودي. دول بيبقوا عباره عن ايه؟ الميكولي سيلز دي اللي هي واحد الاثنين عباره اصلا عن واحده من الكرونيك انفلاماتوري سيلز، واحده منهم عباره عن بلازما سيل والثانيه عباره عن ماكروفاج، بس اتغير شكلها عشان تبقى حاجه سبيسيفيك للراينوسكليروما اللي انا بقول عليها دي. طب الميكولي سيلز دي عباره عن ايه؟ الميكولي سيلز دي بتبقى عباره عن ماكروفاج. الميكروفاج دي بدا يحصل فيها ايه؟ بدات تكبر تكبر، تمام، والسيتوبلازم بتاعها هيبقى فومي او لونه ابيض وكبير، وتبدا تزق النيوكليس بتاعتها في جنب، او تفضل النيوكليس بتاعتها تبقى موجوده في النص زي ما هي وتتملي بالميه، تمام؟ فدي بنسميها ايه؟ بنسميها ميكولي سيلز، ان هي بتبقى عباره عن ماكروفاج، بدل ما هي صغيره كده تكبر في الحيوان تتملي ميه، النيوكليس بتاعتها تبدا تتزق على جنب او تفضل موجوده في النص زي ما هي عادي، وتبدا الخليه تتعبى بالميه من جواها، ودي بنسميها في الحاله دي ايه؟ بنسميها الميكولي سيلز. طب الثانيه اللي هي الراسل بودي، الراسل بودي دي بتبقى عباره عن بلازما سيل عاديه بدا يترسب جواها ماده الهايلاين فيخلي لونها احمر وحجمها كبير. يبقى انا لما اجي ابص تحت الميكروسكوب بلاقي خليتين، ميكولي سيلز وراسل بودي. الفرق ما بينهم واحده لونها ابيض وكبيره والنيوكليس بتاعتها في النص او في الحرف، بس المهم ان هي ابيض وكبيره. وتلاقي عندنا خليه تانية جنبها، تمام، او في المكان يعني بيبقى لونها احمر وغامقه قوي عشان مترسب فيها هايلاين، وتبقى ايه؟ حمراء وغامقه قوي، تمام، زي الصوره دي كده، تلبي زي الصوره دي كده. دي عباره عن راينوسكليروما تحت الميكروسكوب. انا شايفه ايه؟ انا شايفه عندي خلايا لونها ابيض اهي، دي خليه هي لونها ابيض، تمام، النيوكليس بتاعتها انا مش شايفاها فبقت اكسنتريك على الحرف، وفي عندنا في النص في خلايا حمراء جدا اهي، مثلا زي دي، دي خليه حمراء اهي والنيوكليس بتاعتها انا شايفاها، تمام. فالحمراء دي اسمها راسل بودي، والبيضة خالص دي اسمها الميكولي سيلز. دول عباره عن خليتين سبيسيفيك للايه؟ سبيسيفيك للراينوسكليروما. قلنا ان احنا عندنا الايفكت بتاع الراينوسكليروما، انت عندك ماس كبيره موجوده جوه في قلب النوز، ممكن تعمل ايه؟ ممكن يحصل منها ألسر، ان الابيثيليوم بتاعها هيبدا يتشال وحته من الميكوزا فيبدا يعمل ألسر، تمام، لانها عماله بتكبر. ممكن يحصل عليها سكندري انفكشن، ممكن تعمل نزيف اللي هو في النوز، ان هي عماله بتكبر فممكن تكسر في البلاد فيسلز اللي موجوده فتبدا يحصل منها نزيف، تمام. ممكن تقفل الساينس ويحصل اوبستراكشن للنوز واللارينكس، شيء موجوده هنا، فممكن هي قفلت الفتحه بتاعه النوز دي فمبقاش يدخل هوا منها، تقفل النوز الناحيه الثانيه، تمام، تبدا تسرح وتنزل على ورا على اللارينكس فتبدا تعمل لارينجال اوبستراكشن او نيزال اوبستراكشن. ممكن هي نفسها يحصل منها ألسريشن، ممكن يحصل منها ابيستاكسيس، يحصل منها نزيف. ممكن هي، مش احنا قلنا في الميكروسكوبك ان هي بيبدا البسيليوم بتاعها يتغير، فدي كده تعتبر بريكانسرس ليزن. ده كده بالنسبه للايه؟ للراينوسكليروما، تمام. طيب احنا كده ده سؤالين بسيط جدا، يعني واحد بيقول لك الشنكر، احنا قلنا الشنكر دي بتبقى موجوده فين؟ احنا سمينا البرايمري ليجن بتاع السيفلس سميناه اسم تاني قلنا عليه شنكر، يبقى الشنكر دي بتبقى موجوده مع البرايمري. فالسؤال دلوقتي بيقول لي ايه؟ شنكر از كاركترستيك ليجن ذات اوكير ان التيرشري ستيج؟ لا، دي مش بتحصل في التيرشري ستيج، بتحصل في البرايمري ستيج، لكن التيرشري ستيج بيحصل معاها جاما او ديفيوز. طب الجاما، هو الجاما هي بتحصل مع مين؟ بتحصل مع السكندري ستيج، هتبقى غلط برضو، دي تبقى غلط ودي تبقى غلط. طب هي غلط ليه؟ عشان الجاما بتحصل مع التيرشري مش السكندري. طيب يبقى احنا كده قلنا ايه؟ احنا كده خدنا السيفلس وخدنا الراينوسكليروما وخدنا الاكتينومايكوزس. اهم واحد فيهم وهو اللي له الابر هاند هو السيفلس، ده اهم واحد فيهم كمرض.
الراين سكليروما مهمه جدا للليجن بتاعها تحت الميكروسكوب. الليجن بتاعها تحت الميكروسكوب لان فيه راس البودي وفيه ميكروسيلز، دول مهمين جدا في الراين سكليروما. بالنسبه للاكتينومايكوزيس ما انساش حاجه جدا اسمها السلفر جرانيولز اللي انا ببقى شايفاها، اللي هي سلفر جرانيولز، وان هي بتبقى عباره عن اكياس متعبيه بس تمام، وان هي عباره عن فلورا بتبقى عايشه جوه في جسمنا بتستغل نقص المناعه. السيفلس ما انساش ان هو سيكشوالي ترانسميتد ديزيز او اسمه فينيريال ديزيز تمام، بيتنقل عن طريق ايه، ممكن يبقى اكوايرد وممكن يبقى كونجنتال. وقلنا ان الاكوايرد بيبقى بيتنقل عن طريق سيكشوال كونتاكت او بلاد ترانسفيوجن، سيكشوال سميناه الفينيريال. وقلنا الفينيريال تايب او اللي هو بيتنقل بسيكشوال ده قلنا برايمري وسكندري وتيرشري 2 2 2 اسبوع شهر سنه. وبعد كده خدنا كل واحد وقلنا البرايمري بيبقى اسمه شانكر، والسكندري بتبقى ليجنز كلها موجوده على السكين، يحصل الوبيشيا، يحصل كوندايلوما لاتم، ممكن يحصل منها ليكوديرما، ممكن يحصل حاجات تانية كتير والوبيشيا. اما التيرشري سميناه جاما، وقلنا الجاما في منه اللي هو اسمه ايه، التيرشري في منه ديفيوز وفي منه لوكالايز، واللوكالايز سميناه جاما. اما الديفيوز اللي هو الديفيوز العادي بيبقى في ياخد الانترنال اورجنز. بعد كده قلنا ايه تاني، بعد كده خدنا الكونجنيتال، والكونجنيتال قلنا ان هو بيتنقل من الام لابنها ترانس بلاسينتال، ممكن يبقى ايرلي وممكن يبقى ليت، والايرلي بيبقى في اول سنتين والليت بيبقى في بعد اول سنتين لحد 3 سنين. وقلنا اللي هو الايرلي بيبقى عباره عن حاجات شبه بتاعه السكندري ستيج بالظبط بتاعه الاكواير، اما الاخير اللي هو الليت بيبدا يظهر فيه حاجه على السنين اللي هي الهاتشينسونز تيس، وبيبدا يحصل برفريشن للبلد، وبيحصل كمان للشخص ده ايه، بيحصل ان التامن اللي هو العصب التامن اللي هو الكرينيال نيرف رقم 8 بيبدا يحصل افكشن، فيحصل عين ده ديفنس، ويحصل كمان سادل نوز تمام. ده كده بالنسبه للسيفلس. بعد كده قلنا الاكتينومايكوزيس، والاكتينومايكوزيس ده قلنا ان هي فلورا وتبقى عايشه جوانا ويستغل نقص المناعه ويبدا يعمل اكياس مليانه بص تمام. اما الراينوسكليروما قلنا ان هي بتبقى عباره عن ايه، بتبقى عباره عن بكتيريا بتبدا تدخل جوه في النوز، تبدا تعمل ماس كبيره، تبدا تكبر وتضيق المكان حواليها، تبدا تنتشر لحاجات التانية وتسد المكان، تعمل اوبستراكشن للاير واي، وكمان ممكن تبقى بري كانسرس وتتحول لكانسر. وقلنا فيها حاجتين مهمين جدا جدا تحت الميكروسكوب، هي الميكروسيلز والراسل بودز. عرفنا ان واحده منهم عباره عن ماكروفاجز او هيستوسايتس، والهيستوسايتس اصلا هي نفس الماكروفاجز بس اللي قاعده جوه في قلب التيشو سميناها هيستوسايتس. وقلنا اللي هي الراسل بودي تبقى عباره عن بلازما سيلز حصل فيها هيلينوزس. وكده الحمد لله المحاضره خلصت، واتمنى ان هي تكون وصلت بشكل كويس، وبالتوفيق لكم دكاتره. شكرا.